السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سلام المتابعين. حياتنا بكل بساطة مع أمان. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بألف خير. النهاردة هنعمل مع بعضينا الكبدة اللي هي المقلية بالردة، طريقة سهلة وبسيطة، مش هتشرب زيت منك، وهنقول ليه. هنطلعها ان شاء الله بنفس طعم بره. نبدأ الفيديو بتاعنا بالصلاة على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، عليه أفضل الصلاة والسلام. معايا هنا ده عصير ليمونة كبيرة، يعني أو ليمونتين صغيرين، بس أنا عندي ليمونة كبيرة كده، رحت عصراها وحطيت عليها معلقة كبيرة خل. ومعايا هنا دي الكبدة، دي كبدة بانيه أو شرايح الكبدة، أهي بتبقى بالشكل ده. أدي ده تقطيعها. أنا بصراحة في ناس مبتحبش تشطفها، تقولك بتعمل زفارة لما بتتغسل. لا، هي مش بتعمل زفارة ولا حاجة، انا بحب اغسلها يعني اديها شطفه كده بشويه ميه. الليمون والخل هيمنعوا معاكي اي زفاره، بس لازم تديها شطفه الاول من مطرح مثلا اللي كانوا بيقطعوها، من مطرح ايديهم. ما تضمنيش حد ايده مش نظيفه، سواء هو نظيف ولابس جوانتيات ممكن يكون اتعور، فما تضمنيش، لازم تتغسل. تمام كده، ده نص كيلو. هحط عليه معلقه من الثوم المفروم، ونص معلقة صغيرة من فلفل الأسود، نص معلقة صغيرة كمون، معلقة صغيرة بهارات، البهارات دي عاملينها مع بعضينا على القناة، ونص معلقة صغيرة بصل بودر، وملح حسب الرغبة. هحط بقى ده كله. أنا حاطة خل على فكرة في المية دي أو في الليمون، حاطة معلقة خل. هدوب المقادير دي كده فيها، أو المكونات أو التوابل، يعني مش مستاهلة معلقة. وهبدأ أنقع الكبدة فيها. طبعا أنا غسلها ومصفياها. هنقع بقى الكبدة فيها. بسم الله الرحمن الرحيم كده. تقدري بقى تدعكيها، بس تبقوا تشيلوا حتت السمين دي. أنا سايباها هشيلها وأنا بحطها هنا، يعني هشيلها. بسم الله، أهي بتتشال سهل يعني، علشان السمين ده بيقعد يطرقع كده في الزيت، فما ايه، نضمن السلامة يعني. هحطها، انا حطيتها بقى كلها في التوابل. هبدأ تقلبيها بقى، الاحسن تقلبيها بايدك عشان المعلقة ما تقطعهاش يعني. تمام، تدخلي فيها كل التوابل دي وتسيبيها لمدة حوالي ساعة. حابة تقليها على طول اقليها، بس لما بتفضل ساعة بتبقى التتبيلة بتبقى ليها طعم فيها احلى. انا بصراحة بسيبها ساعة، بغطيها وبحطها في التلاجة لمدة ساعة، وبعد كده هنقليها مع بعضينا ونشوف هنعمل فيها ايه تاني. دلوقتي بقى انا رجعت خلاص بعد ساعة. معايا هنا ادي الكبدة، ودي النخالة او الردة، اهو ده شكلها، هي اسمها نخالة او ردة. تمام اهي. هبدأ بقى اعمل ايه، هبدأ اغلف الكبدة بيها. بسم الله، ناخد واحدة سليمة شوية اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. تبدأي يعني، هي سهلة مش صعبة اهي. بسم الله كده، تحاولي تغلفيها بيها كويس جدا. وهبدأ بقى أرصها في الطبق التاني كده، هكمل بقية الكمية. معايا هنا بقى زيت على النار، حطاه يسخن قوي. أول ما هيسخن هبدأ أنزل بشرايح الكبدة. بسم الله الرحمن الرحيم كده. بسم الله، هي ما بتاخدش وقت يا جماعة، يعني دقيقة على كل ناحية وخلاص، عشان لو قعدت معاكي أكتر من كده في الزيت بتنشف. بسم الله، انا هكمل كده بالطريقة دي. كده كده انت تاخد كده، جيبيها على طول عشان تتعبك. انا هقدم جنبيها شويه سلطه طحينه، تبقى حلوه جدا.
وسلطه خضراء بقى وشويه مكرونه، بتبقى يعني عشوه خفيفه وحلوه. بصوا اخدت لحظات مني على المحل، بصوا استوت خلاص اهي، شبكت في الشوكه خلاص، يعني هي ما بتاخدش وقت. دقيقه على كل ناحيه كده، دقيقه اسفه، دقيقه على كل ناحيه كده، تستوي معاكي بسرعه اهي. بسم الله، عشان تطلع معاكي لونها فاتح وطريه وحلوه، لكن لو قعدتيها كتير على الزيت بتنشف وبتبقى بتشد كده. احنا مش عايزينها توصل معانا طبعا للمرحله دي. انا اسفه بقى الفلاش طفى فمش مبين لونها، والله انا هكملها. كان شكلها النهائي بعد ما قلتها، شايفين عامله ازاي ولونها حلو قوي، ومعاها سلطه بقى طحينه وطبق مكرونه، وما اقولكوش يعني السفره تكمل. مش شاربه زيت ده بسبب الخل، بتلمع وجميله. ده بقى كان فيديو النهارده، اشوفكم بقى على خير الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مع السلامه.